السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة شقق للبيع بمكناس. كيف ما عودناكم ديما عروض جديدة وعروض لتكون في المتناول وفي الرضا نتاع المشاهدين الكرام نتاع هاد القناة هذه. العرض نتاع اليوم واحد الشقق من الحجم الكبير، ثلاثة نتاع الغرف والصالون والسيجور ولاصال. قناة نتاعنا قناة عقارية مازال في البداية نتاعها، محتاجة بزاف نتاع الدعم من الناس اللي مهتمين من طبيعة الحال بالعقار ولا بالمنتوجات العقارية ولا تهمها الديكور والفينيسيون فين وصل في مدينة مكناس. كان عندنا في هاد الكولوار هاد الحمام اللي قلنا حمام مشترك، كما تلاحظوا الحمام حتى هو عنده الإنارة نتاعو داخلة ليه من الجهة نتاع لاكور. هاد الشقة هادي راه كاملة ضاوية كاملة مهوية، عندنا أربعة نتاع السراجم تيطلو للشارع. عندنا الصالون وجوج غرف نتاع النوم.
وعندنا واحد اللي في الحمام اللي مشترك. الانسان اللي بغى يزيد هذاك تيبقى اختياري. هذه الغرفة الثانية اللي حتى هي كما قلنا بالدور نتاعها تطل على الشارع. كما قلنا الشقة المساحة الإجمالية نتاعها هي 100 متر، الثمن نتاعها هو 38 مليون. كما تنشوفوا الغرف تبارك الله بثلاثة بيوم كبار، ممكن أن هذا الكوان هذا يتندر فيه مثلا البيرو نتاع القراية نتاع الدراري مثلا. وعندنا هاد واحد الكوان واحد آخر هنايا ممكن أن يتندر فيه ماريو.